لكم. الحقيقة خلينا أيضا نعود لمبادرة كتف في كتف، هذه الاحتفالية الجميلة في ليلة الخير اللي في استاد القاهرة منذ ساعات، واللي كان فيها طبعا يعني هذه المبادرة اللي بتجمع التحالف الوطني الأهلي التنموي ومجموعة المؤسسات المدنية اللي بتشارك أكثر من 33 مؤسسة، وشباب المتطوعين اللي كانوا مليين الاستاد واللي أيضا مشاركين في هذه المبادرة، وتشريف السيد الرئيس لهذه الاحتفالية وانطلاقها اليوم. ولكن عايز أرجع قبل ما أكمل كلامي، عايز أرجع لصورة يمكن استأذنت فيها الزملاء يرجعوها معانا على الشاشة. الصورة دي يعني لو ثبتناها شوية استأذنكم نرجع للصورة. الصورة دي لو عملنا لها تحليل بشكل الصورة هتقول حاجات كتير. أنت أولا شايف هنا قوافل للخير في بلدك، وبعدين قوافل الخير دي ماشية فين؟ ماشية على الطرق والمحاور الجديدة اللي أنت عملتها، واللي أنت بقالك فترة طويلة وسنين بتعمل بنية تحتية في كل محافظات مصر. فبالتالي لما أنت تيجي تؤازر مواطن مصري أو تقف جنب بلدك أو تقف جنب المواطنين وتبقى قوافل الخير بتمر وبتمشي بسلاسة وأمان وتوصل في أمان لحد المحافظات الحدودية، يبقى أنت قدرت تعمل حقيقي نجاح واستثمار كبير جدا. الصورة كمان بتقول الرقعة الزراعية، شايفين شكل الخضرة عامل إزاي؟ دي نفس المشروعات اللي مصر بتشتغل عليها بقالها فترة، ومع الأزمة العالمية احنا عارفين ان بدأنا كمان نجود من زراعة القمح، وان نبقى موجودين في توشكا ونعمل مشروع المئة مليون ونعمل حاجات كتيرة جدا، وبالتالي ده يبقى شكل مصر بتاعت بكرة. كل هذه الأشياء كمان تفكرك بتبطين الترع اللي بتساعدك كمان في نفس الوقت انك تقلل المية. فانت صورة واحدة بتقول لك شكل مصر عامل ازاي. فلما تيجي دلوقتي تحل حاجة أو تقدم مبادرة أو تقدم خير، فأنت بسرعة جدا تقدر توصل وبجودة تقدر توصل لكل مواطن في مصر وانت في أمن وفي أمان بشكل كبير. خلينا نرجع للمبادرة ونرجع أيضا للمشاركين. معايا على التليفون مزيد من التفاصيل الأستاذ محمود الجرحي، عضو مجلس أمناء مؤسسة الجرحي للتوعية المجتمعية وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي. مساء الخير يا فندم أستاذ محمود. مساء الخير. مع حضرتك يا فندم. تمام يا فندم. خلينا النهارده بنقول ان هي ليله الخير، فليله الخير دي جمع الحقيقه هذا التحالف الوطني وايضا المجتمع المدني من خلال المؤسسات. احساسكم ايه وانتم بتقدموا حاجه خاصه بالمواطن نفسه في وقت ازمه عالميه كبير؟ مساء الخير على حضرتك وعلى اسره البرنامج الكريم وعلى كل مشاهدي. اتفضل يا فندم. الحقيقه التوصيف الاكثر دقه هي ليله الخير فعلا. ليله متميزه بكل معنى الكلمه. نتاج لجهد عظيم على مدار اسابيع كثيره من العمل والاعداد والتجهيز للوصول الى فرحه هذا اليوم. على مدار اسابيع بتتضافر كل الجهود من أجل الخروج بهذه المبادرة في أفضل صورة وبالشكل الذي يليق بالمواطن المصري اللي كلنا نحب نخدمه. صحيح طبعا. أنا عايز أسألك سؤال هنا أستاذ محمود، لأنه شكل الشباب المشاركين بالذات الشباب اللي بيقوموا بوضع المساعدات الغذائية، الشباب دول إزاي قدرتم تجمعوا كل هذا العدد؟ الحقيقة يا فندم لا أخفيك سرا أن ما قبل تدشين التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي كان لازم نوجد اسباب لتحفيز الشباب للمشاركه. صحيح. الشباب المصري وطني وواعي وفاهم ومحب للمشاركه. لكن كان لازم يوجد اساليب من اساليب التحفيز. اللي حصل بعد التحالف اللي عمل نقله نوعيه في وخاصه كمان بعد تدشين مبادرة كتف في كتف، في إقبال غير مسبوق من الشباب المصري على المشاركة في المبادرة. أكيد إحنا بنشاهد على الصورة مؤسسة الجرحي وشايفين الشباب كمان منورين الصورة، وأنا الحقيقة سعيدة جدا لأنه يعني وجود الشباب
والحماس وهذا العمل الدقيق يعني بيخلي كده في أمل حلو كده لبكرة، مش مجرد بس مبادرة لمساعدات غذائية ولكن فيها أشياء كتير حلوة الحقيقة، الصورة بتقول حاجات كتير. دي حقيقة. بشكرك وإن شاء الله نكمل معاكم متابعة قوافل الخير اللي هتجوب محافظات مصر. أستاذ محمود الجرحي بشكرك شكرا جزيلا من مؤسسة الجرحي.